السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعلم أن العمرة هي الحج الأصغر، وإن عمرة خير من الدنيا وما فيها، وأن حجة خير من عمرة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء الطاعات والقربات في شهر رجب المرجب إن شاء الله. كما تعلمون أيها المؤمنون أن من الأعمال القربية المؤكدة هي العمرة، العمرة المفردة، وهي من العمرات المستحبة بالأصل، وقد تكون واجبة بالعرض، كما لو نذر الإنسان نذرا أن يعتمر، أو قسم قسما أن يعتمر، أو عاهد الله أن يعتمر، فتكون العمرة في هذه الحالة واجب. والعمرة لها أحكام أيها المؤمنون، يلزم كل من يريد أن يعتمر أن يتعرف على أحكام العمرة. وقد أشرت سابقاً أن الخلل في العمرة المفردة قد يؤدي إلى نتائج محرجة جداً لا يمكن إصلاحها، لا يمكن إصلاحها، فقد يترتب على ذلك بطلان عقد الزواج برمته كما أشرت سابقاً. لهذا لا يستسهل البعض أداء العمرة ويعتبر أن أداء العمرة أمر سهل وهين، لا يحتاج أنا أروح أو أدي العمرة. لا، أداء العمرة أمر يترتب عليه كما قلت أحكام، فبالنتيجة لا بد من التعرف على أحكامها. وبما أننا على مقربة من شهر رجب المرجب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، إذ حسب المعطيات أنه يرى في المنطقة الشهر في دخول الشهر ليلة السبت القادمة، مو هذه اللي بعدها يعني أقصدي، هذا حسب المعطيات. على كل حال، فبالنتيجة نحتاج إلى وقت نبين فيه أعمال العمرة قبل أن يشرع المؤمنون بالذهاب، وإن كان البعض يذهب لله الحمد، وأنا أعرف بعض المؤمنين في كل شهر مواظب أن يذهب إلى أداء العمرة، وهنيئا له، ونسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله على كل حال. لكن من لم تسعفه الظروف أن يذهب فعليه أن لا يفوت عمرة رجب، كما قال الرسول الأعظم روي عن: خير من الدنيا وما فيها. فإذن فيها خير في الدنيوي وخير أخرى، وفقنا الله وإياه. على كل حال، عمرة المفردة لها أعمال ولها أحكام ولها شرائط لا بد من التعرف عليها، وأنا إن شاء الله سأبين أهم المسائل المتعلقة، أهم المسائل المتعلقة الابتلائية في أعمال العمرة المفردة إن شاء الله خلال هذه الليالي القادمة، أسبوع القادم، كل ليلة إن شاء الله نبين لكم بعض ما يلزم معرفته. وهذا أمر على الجميع أن يتعرف عليه، سواء من قاصد أن يذهب أو لا، هذا أمر يحتاج أن يتعرف عليه. حتى لو أراد أن يذهب، أكو بعض ناس الآن قد اضطروا أن يأخذوا العمرة مو لرغبة قد في البداية، ولكن لظروف
دراسية أو لظروف مهنية اضطرتهم أن يذهبوا إلى ماذا؟ إلى مكة. فما كانوا يعرفون شنو أعمال العمرة، فوقعوا في أخطاء كبيرة. فإذا أنت ما عندك رغبة، لربما تكون هناك أسباب وعوامل. على كل حال نقول أن معرفة أعمال العمرة من الأمور اللازمة، لأنها تدخل تحت عنوان يجب تعلم المسائل المبتلى بها، كما يقول الفقهاء. فقهاء يقدرون يذكرون في أول رسائل عملية من المسائل أنه يجب تعلم المسائل المبتلى بها. فأنت أي موضوع تبتلي به يجب عليك أن تتعلم. ها، وهناك مسائل عامة مثل الصلاة مثل الصوم مثل كذا، وأكو مسائل خاصة. ربما الآن أنا مو طبيب، فما يجب علي أتعلم أحكام الطب، لكن الطبيب واجب عليه أن يتعلم أحكام الطب، ما يجوز له ما لا يجوز له. ترى مسألة الطب أيضا مو مفتوحة، لها قيود ماذا؟ شرعية. متى يجوز له النظر، متى يجوز له اللمس، متى يجوز له الكشف، متى يجوز له، هذه أحكام كثيرة فيها. وهكذا سائر الأمور، حتى المعاملات والتجارات أيضا لها أحكام. فهذا يدخل في، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله.